تقدر تعتبر ان احنا عندنا عنوان، ان احنا في عندنا شراكة استراتيجية تاريخية وتظل مستمرة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية. وبالمناسبة هي العلاقة قديمة، يعني حتى لو انت عاوز ترجع بالذهن لورا هي العلاقة من ايام جمال عبد الناصر، لا ده من قبل، من وقت مجلس قيادة الثورة. حلو؟ طيب. والعلاقات مرت بمراحل من الفتور، ده كان حاصل في فترة الستينيات، وبعد كده بقت في مراحل تانية العلاقات فيها دخلت لمرحلة بقى التميز، وده كان مع وقت الرئيس الراحل محمد أنور السادات. العلاقات المصرية الأمريكية مرت بمرحلة كانت متميزة وقوية، لكن انتقلت على مرحلة تانية أصبحت فيها واشنطن بتنظر للقاهرة نظرة مختلفة. اللي هي إيه بقى؟ في فرق ما بين إن أنا أنظر ليك كدولة شريكة في سياسات أو في تصورات متعلقة بالمنطقة، ولكن فيها قدر لا بأس به من الإملاء، هتعملوا كده. المرحلة المختلفة فعلا هي مرحلة النظر إلى القاهرة باعتبارها شريكة في صناعة القرار، وباعتبار القاهرة صانعة للقرار، سواء إذا كان عربيا أو من صناع القرار على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. ويمكن ده كان واضح جدا وبادي جدا وظاهر جدا من مكالمات جو بايدن لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكتر من مرة، وأيضا في اللقاءات اللي تمت مع كثير من الساسة الأمريكان. تيجي زيارة وزير الخارجية أو بالمنطوق الأمريكي سكرتير الخارجية أنتوني بلينكن، وهنا ناخد معانا على التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بسيادة النائب. أهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا رب يا دكتور طارق. دكتور طارق، كنا بنتكلم على مسألة الشراكة التاريخية والعلاقات الطويلة ما بين القاهرة وواشنطن من وقت حتى مجلس قيادة الثورة لحد النهاردة، مرت بمراحل مختلفة. جزء منها كانت مرحلة متميزة، ودي بدأت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الله يرحمه، واستمرت العلاقة دي، لكن وصفها المذيع لزي حالاتي كده بأنه كان فيها قدر لا بأس به من الإملاء. المرحلة اللي تالت ده في من 2014 وحتى الآن أصبحت أمريكا تنظر للقاهرة نظرة مختلفة، أعلى وأكبر وأهم باعتبارها عاصمة قرار عربي وواحدة من عواصم صنع القرار في المنطقة، بل وفي بعض القضايا الدولية كذلك. صححني لو أنا غلطان. لا بالتأكيد طبعا حضرتك يعني أشرت وكرمت بعرضه، وهو بالفعل العلاقات المصرية الأمريكية علاقات لها بعدها التاريخي المقدر من قبل البلدين، وفي تأكيد بطبيعة الحال حضرتك أستاذ يوسف على مستوى هذه الشراكة واللي امتدت لسنوات طويلة منذ يعني الرئيس أنور السادات وتوقيع معاهدة السلام، ولا تنسى أنه الرئيس جيمي كارتر وقع على معاهدة السلام إلى جوار مناحم بيجن و الرئيس السادات، وبالتالي هم شركاء معنا في كثير من التفاصيل الخاصة بمعاهدة السلام من جانب، وأيضا الشراكة على المستوى السياسي، ولا يمكن أن نختزل هذه العلاقات في المساعدات العسكرية والمساعدات الاقتصادية، لأنه في مؤسسات عديدة أدارت العلاقات المصرية الأمريكية لسنوات طويلة وكان فيها جزء من الخبرات المتراكمة بالنسبة للطرفين. لكن خلينا أقول نقطة مهمة، أن مصر حضرتك تحتل مساحة متقدمة في الاستراتيجية الأمريكية. الاستراتيجية الأمريكية دي اللي بتعلن مع كل إدارة أمريكية، واللي بتحدد الشركاء والخصوم والشركاء الفاعلين، ولهذا يمكن حضرتك تعليق وزارة الخارجية الأمريكية على زيارة بلينكن لمصر وللإقليم أنك ذاهب إلى دولة شريك فاعل وشريك مؤثر وشريك يؤدي دور في الإقليم ونقطة ارتكاز في الإقليم، بمعنى أنه الإدارة الأمريكية هناك اتفاق على أنه مصر دولة مهمة في الإقليم وتتجاوز طبعا مساحات كثيرة في عملية الشراكة في مناطق أخرى، وبالتالي دور مصر المحوري سواء كان في الملف الفلسطيني أو في الملفات العربية الأخرى زي الملف الليبي وفي أمن الخليج وفي كثير من الأمور، يعني يفصل لحضرتك الاهتمام الكبير بمكانة الدولة المصرية وحرص الجانب الأمريكي على هذا. لكن كانت هناك لابد أن نعترف في
بعض التوقيتات كانت هناك مناكفات أمريكية طبعا لمصر. مصر قدرت من خلال تخطيط جيد ورؤية ثاقبة في التعامل مع هذه المرحلة، لكن أعتقد أنه الآن الولايات المتحدة لديها تقدير كبير وللتجربة المصرية، وصحيح أن الجمهوريين والديمقراطيين بيتعاملوا في جلسات الاستماع والإنصات اللي احنا بنتابعها في ملفات عديدة، لكن هم شايفين مصر دولة مستقرة في أقليمها وأنها شريك مهم، وأعتقد أنه ده نتيجة لأمرين. الأمر الأول منطقية ما تقوم به حضرتك في الإقليم، أنت ترمومتر الاستقرار في الإقليم، يعني هم شايفين مصر أنها تملك الأدوات والآليات للتأثير المباشر وأنها ترمومتر الاستقرار في الإقليم. إذا استقرت الأوضاع مع الشركاء الفاعلين وعلى رأسهم مصر، فبالتالي العلاقات العربية الأمريكية تمضي في سياقها. ربما ملاحظة مهمة أن بلينكين بدأ بمصر وأستاذ يوسف لكي تحدد مصر بصلة ما يمكن أن يتم على الجانبين، الجانب الأراضي الفلسطينية وأيضا إسرائيل. فالرسالة أنه بدأ من مصر، لأن مصر بطبيعة الحال ليها مصداقية في الحديث مع كافة الأطراف فلسطينيا وإسرائيليا وعربيا. فبالتالي بلينكين قادم إلى الدولة التي توجه والدولة التي يمكن أن تطرح الرؤى والمقاربات. أعتقد أنه الرسالة لها دلالات رمزية أنه بدأ من مصر ثم إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية. الأمر الآخر هو الثنائي في العلاقة. الثنائي في العلاقة لا يتوقف على منظومة المساعدات، لأنه بطبيعة الحال هناك تقدير لمكانة مصر، لكن برضه هناك أصوات في الإدارة الأمريكية يعني بتطرح رؤى ومقاربات قد نتفق أو نختلف عليها، لكنها للعالم وليس لمصر. يعني القضايا والرؤية التي يطرحونها هي للعالم، سواء في موضوعات الديمقراطية والليبرالية، للعالم كله وليس للشرق الأوسط أو مصر. وبالتالي هناك أيضا أصدقاء لمصر في الدوائر الأمريكية. أنت تتحدث عن وزارة الدفاع الأمريكية وهي يعني طرف فاعل قوي. الإدارة الأمريكية ليست الرئيس بايدن كما تعلم، إنما مراكز الأبحاث وبيوت الخبرة وأيضا وزارات كثيرة يعني بتوجه في مسار هذه العلاقات المصرية الأمريكية. أنا في تقديري أن هناك طبعا يعني تقدير للتجربة المصرية، وشايفين الاستقرار في مصر في استقرار الأمني والسياسي مهم للإقليم. عشان كده هو بيتكلم مع حضرتك ليس في غزة فقط، ولكن بيتكلم معاك في مجمل القضايا العربية، سواء كان في الملف الليبي بكل تحولاته وأيضا في الملف الخاص بالعلاقات الإسرائيلية العربية، سواء كان في مشروعات تعاون إقليمي، سواء كان في الاتفاقيات. وما أيضا معنا شركاء في الكويت كما تعلم، وإحنا لينا في المنتج الأمريكان أيضا والأسواق الأوروبية والخارجية الأمريكية على وجه الأهمية طبعا. وبالتالي في تقدير كبير للحالة المصرية. المهم الآن أنه يترجم يعني ما ذكره يمكن إلى من أقوال إلى أفعال، لأنه هنا يجب أن نستدعي من الذاكرة دور المصري التفاعلي في قضايا الإقليم اللي احنا سنستقنى فيها، واللي احنا مصر بتأدي دور الاستقرار الإقليم، ولدينا من الإمكانيات والقدرات الكثير. يعني مصر الآن تترأس القوى البحرية قوى 153 في الخليج لاستقرار الإقليم. مصر موجودة ومنخرطة في الملف الليبي بكل تحولاته، وهي التي تشارك كل الفاعلين واستدعت وشاركت عدد من القوى السياسية ولم تخفي أحد. أنت لك مصداقية كبيرة، وطبعا نحن حاضرين في الملفات الأخرى، يعني عين على السودان وعين على ليبيا وعلى الخليج والقضية الفلسطينية والتحولات تجاه التحالف الثلاثي مع الأشقاء في الأردن والعراق. فأنت موجود في قلب هذه التفاعلات. الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع الشريك التفاعلي، الشريك اللي له مصداقية، الغير متورط في أي قضية إقليمية، بالعكس هو يعطي وينظم الضوابط التي يمكن أن تدير العملية السياسية في أغلب هذه القضايا. أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية تمضي في مسارها واتجاهها الصحيح. المهم الآن زي ما أشرت لحضرتك أنه تترجم الإدارة الأمريكية بعض هذه المواقف الجيدة لصالح الإقليم وبما يخدم استقرار الإقليم، سواء كان في خفض التوتر في الملف الفلسطيني، وأيضا بطبيعة الحال في يعني وضع الضوابط لفكرة التعاون الإقليمي في الإقليم، ومحاولة طبعا حل الدولتين، لأنهم طرحوا هذه الفكرة ونتمنى بطبيعة الحال أنها يعني يتم
خطوات يعني مباشره في هذا النطاق. طب دكتور طارق، زي ما حضرتك ذكرت وكما ذكر ايضا البيان بتاع الخارجيه الامريكيه انه مصر شريك اساسي ومحوري في المساله الليبيه، في استقرار السودان. صحيح، انا بشكرك جدا دكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، كل الشكر.